استعدادات المصريين لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة تعود إلى الأذهان ذكرى فرحة المصريين بتأميمها وإعادة فتحها. لن ينسى المصريون الخطبة النارية التي أعلن فيها الرئيس جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بالإسكندرية تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. كذلك يتذكر المصريون جيدا خطبة الرئيس أنور السادات التي أعلن فيها إعادة فتح قناة السويس في 5 يونيو 1975 بعد أن ظلت مغلقة لثماني سنوات كاملة أمام الملاحة العالمية. واليوم أعلن بسم الله أمام العالم أجمع أن قناة السويس المصرية قد تم تطهيرها كاملة من العدوان الإسرائيلي. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها يعيد فتحها للملاحة من جديد كما أنشأها أول مرة رافدا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر. حيث وصل الرئيس أنور السادات إلى بورسعيد ثم إلى مبنى هيئة قناة السويس، وبمجرد وصوله إلى القناة قدم للقوات المسلحة وثيقة تسليم القناة إلى الإدارة المدنية لهيئة القناة، وبمجرد أن وقعها ركب المدمر 6 أكتوبر وفتحت القناة. وبعد سنوات من إعادة الافتتاح ها هي قناة السويس تتزين بثوبها الجديد تحتفل مع العالم والعالم يحتفل معها. وبرغم الرحيل سيظل الزعيمان جمال عبد الناصر وأنور السادات هما الغائبان الحاضران في هذا الحفل العالمي. بسنت شحاتة، ممكن. شكرا يا بسنت، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. مصر تفرح، مصر غدا ستحتفل بقناة السويس الجديدة، 35 كيلو حفر جاف، 37 كيلو تعميق في القناة القديمة، 72 كيلو إنجاز ضخم في عام واحد فقط. كان عندنا 75% من كراكات العالم. رحلة العبور تم تخفيضها من 19 ساعة إلى 11 ساعة. إنجاز ضخم عمله المصريين بفلوس المصريين بقرار من زعيم وقائد وفى بالوعد، قال سنة وكانت سنة، والراجل يتعرف ويتربط بكلمته، فإذا التزم فده معناه أنه قادر، وهذه القدرة وده ملمح أساسي الثقة، أنه حصل على ثقة الناس أكتر اللي كانوا واثقين فيه وبيراهنوا عليه، بيقولوا لا الراجل ده ما تحكش علينا، قال سنة فهي سنة. خلوني مع ضيوف الأعزاء مرة أخرى أرحب بيكم. مرة معنا أبطالنا العظام ومعنا إخواتنا من الإسماعيلية العزيزة، بس هستأذنكم، معايا تليفون من السيد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اللي بنرحب بيه أول مرة يشاركنا ويطل علينا بعد أن تحمل مسؤولية كبيرة من زميلي السفير بدر عبد العاطي الذي أصبح سفيرا لمصر في ألمانيا. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير أستاذ خيري، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم ومبروك، وربنا يوفقك في المهمة الصعبة اللي بتتولى. الله يبارك فيك، متشكر جدا. أنا الحقيقة حبيت أعمل المداخلة دي مع حضرتك يعني في إطار احتفالاتنا بافتتاح قناة السويس غدا إن شاء الله ومشاركة الشعب المصري بأكمله. احنا شايفين وزارة الخارجية منورة ما شاء الله. ما احنا لازم نشارك بالطبع في هذه المناسبة، ووزارة الخارجية تتزين زي ما بقيت مصر كلها تتزين وتشارك هذه الفرحة. أنا الحقيقة حبيت أعمل المداخلة دي مع حضرتك عشان يعني أزف خبر سعيد لشعب جميل. مصر ولأبناء قرية المطرية بالتقهلية بالتحديد، اللي أحب أقول إن يعني صدر اليوم، أصدر الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة يعني قرار بالإفراج عن 101 صياد مصري كانوا محتجزين لدى السودان، وده بعد اتصالات بالتأكيد مكثفة قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الخارجية وكافة أجهزة الدولة والسفارة المصرية في الخرطوم مع الحكومة السودانية الشقيقة
وكانت لفته طيبه الحقيقه من فرحتوا 100 100 وشويه 101 عيله، يعني حاجه تفرح الحمد لله. الحقيقه يعني كان يجب ان تكتمل الفرحه لاسر الصيادين مع باقي ابناء الشعب المصري بكره ان شاء الله. وحابب برضو انقل من خلال حضرتك ومشاهديك اللي يعني تقدير وشكر السيد الوزير سامح شكري لحكومه السودان الشقيقه على هذه اللفته الطيبه. واحنا عارفين طبعا الرئيس البشير ان شاء الله هيشارك غدا في الاحتفالات في قناه السويس. فيعني اعتقد ده يعني دليل كبير على خصوصيه العلاقه بين الدولتين. طبعا احنا بنشكره جدا وبنرحب بيه في بلده الثاني مصر. السودان بلد شقيق ومهم وجزء مننا وعمق استراتيجي لينا، وان شاء الله يعني نراعي بقى في المستقبل دايما القواعد المنظمه لحركه وعمل الصيادين. ويعني كانت دايما لدينا الثقه الحقيقه انه القرار ده هيصدر، لانه هو ده اللي بيعكس الحقيقه عمق العلاقه بين البلدين وبين شعبي وديني. بشكرك جدا سياده السفير، ومبروك مره ثانيه على قناه السويس، ومبروك على جهودكم ونجاح وزاره الخارجيه والحكومه المصريه في الافراج عن 101 صياد مصري كانوا محتجزين في السودان. بشكرك جدا. شكرا جزيلا. شكرا. لازم اقول لحضراتكم المستشار احمد ابو زيد سياده السفير هو نجل واحد من اهم وزراء الري اللي جم في تاريخ مصر، دكتور محمود ابو زيد. نعم، فيعني مخلف مناضل جديد في مجال الدبلوماسيه المصريه. طيب سياده اللواء محمود، لو عايزك تكلمني عن احساسك ورؤيتك والفلسفه اللي ممكن تخرج بيها من قناه السويس الجديده. يعني انا عايز يعني اسبق دي جزء بقول يعني ارتبطت فرحه المصريين بقناه السويس. اول مره لما صدر قرار التأميم بواسطه الرئيس جمال عبد الناصر كانت فرحه المصريين غامره. الجزئية الثانية لما فشل العدوان الثلاثي في إعادة قناة السويس مرة أخرى إلى السيطرة الأجنبية. تمام. المرة الثالثة لما ابتدع عملية التطهير لقناة السويس بعد حرب 73. ثم الفرحة اللي بعدها فرحة افتتاح قناة السويس، إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة أيام الرئيس السادات. ثم تعود الفرحة اليوم افتتاح قناة جديدة تختلف عن القناة اللي احنا عاصرناها في حياتنا السابقة بشكل يعني اقول يغير تماما خصائصها بنسبة كبيرة جدا. ولا زال امكانية اعادة التطوير واعادة التعميق والازدواج مرة اخرى وهكذا في المستقبل ان شاء الله. دي الجزئية اللي انا عايز اسبق فيها عملية الفرح. بالنسبة لي أنا يعني فرحة شخصية غير الفرحة بتاعتنا كلنا كمصريين، إن الواحد ربنا اداله العمر إن يشوف قناة السويس في هذا الثوب الجديد بعد ما كانت مغلقة وعاصر فترة إغلاقها وعادوا على الجانب الشرقي، وبجهود من أبناء مصريين أبناء مصر اللي إعادتها، ثم يتوج هذا بالفرحة الغامرة لنا كلنا كمصريين ان احنا يبقى عندنا قناة بامكانيات المصريين عملا ومالا وتخطيطا واشرافا ومتابعة، ان احنا نكون قادرين على عمل مشروع ينظر اليه العالم بنظرة ابهار ونظرة انبهار كبيرة، إن المصريين يملكوا الإرادة الفعلية لعمل مشروعات كبيرة لا تخدم مصر فقط لكن تخدم العالم كله. يمكن أقول لحضرتك يعني رحت زرت دول كتير ما عندهاش مقومات مصر ومع ذلك بتقوم بأعمال كبيرة. فلما تجد أنت بقى مصر تستعيد نشاطها وحيويتها وتقوم بعمل عملاق، عمل ضخم يبرز الإرادة والقدرة والإمكانية، دي فرحة كبيرة جدا ان احنا ان شاء الله اذا استمرنا بهذا الشكل احنا ممكن ننطلق الى آفاق كبيرة ونجد مصر عظيمة بإذن الله بأبنائها ورجالها ان شاء الله. سيادة اللواء عبد الأول، حضرتك بتشوف قناة السويس انجاز على مستوى الحفر والأداء
وإن بقى عندنا قناة فستدر دخل وتساعد، ولا ممكن تشوفها من منظور تاني؟ لا، أنا بشوف قناة السويس على مستوى العقيدة. المصري طول عمره كان ليه عقيدة صلبة وإرادة قوية، وبالتالي حتى مصر كانت بتاخد جيشها وتروح تحارب عين جالوت، تروح تحارب حطين شمال حلب، تروح تحارب مثلا في جزر مالطا وكريت والمورة والدقة بابلستانة، وتنزل في الصومال وتتوسع عند منابع النيل. لا، ده عزيمة قوية وإرادة صلبة. فالإرادة الصلبة والعزيمة القوية دي مش لسه النهاردة، دي من زمان. من زمان كان المصري له إرادة قوية وعزيمة صلبة، وبالتالي كان في إمبراطورية مصرية قديمة محتلية نص أفريقيا وواخدة جزر البحر المتوسط، وكل العالم يهبها. حتى الاستعمار العثماني كان يخاف من مصر، لولا أن حجموه عن طريق إنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية وضربت قواتنا في المورة. إذن أنا مبصلها من ناحية العزيمة والإرادة القوية. العزيمة والإرادة القوية دولت هم اللي عملوا قناة السويس، وهم اللي عملوا مشاريع تنموية كبيرة، 66 مشروع اللي أعلنوا عنهم حول محور قناة السويس، واللي هيشغلوا حوالي 1,000,000 واحد، وبالتالي تنتشر محور قناة السويس، ينتشر فيه العمالة، ويقضي على منطقة الصحراء التي فيها سيناء دي، عشان تعتبر مدن وزراعات تشكل عائق وتشكل حائط دفاعي عن محور قناة السويس. وبالتالي هذه الإرادة الصلبة والعزيمة القوية للمصري إن أينما وجد وأينما كان يقدر ينفذ ويقوم بمهامه على خير وجه، ولا يهاب أي حاجة. أنا ببصلها من هذا المنظور. نعم. المصري إنسان خاص، وضعه خاص مش زي بقية الناس، والدليل على ذلك في أي حتة بينجح 40% من علماء أمريكا مصريين مثلا. مصر مش عارف الرقم ده دقيق، 40% من علماء أمريكا، من علماء أمريكا. أنا قريته أكتر مرة. بلاش نخش على مصر. مصر الدولة الوحيدة اللي ذكر اسمها في القرآن 5 مرات بصراحة العبارة، و20 مرة بالإشارة. نهر النيل ذكر مرتين وأكتر من 10 مرات بالإشارة. سينا اللي ربنا حلف فيها، والطور والزيتون والطور والسنين وهذا البلد الأمير، مش حلف بس ده صوته لم يظهر إلا عليها. أيوة، وفيها. واخلع عن عليك انك بالواد المقدس طه. طب ليه ما حلفش ليه ما ذكرش اسم الولايات المتحده الامريكيه؟ ليه ما ذكرش الاتحاد السوفيتي؟ ليه ما ذكرش السعوديه نفسها اللي نزل فيها القران؟ ليه؟ ذكر مصر ليه؟ اذا مصر لها كينونه خاصه، وسينا لها كينونه اخص كمان. نعم. وربنا حرسها وحماها، والنبي عليه الصلاه والسلام من 1500 سنه قال اذا فتح الله عليكم مصر فخذوا من جندها جندا كثيرا كثيفه فهم خير اجناد الارض وهم في رباط يوم الدين. إذن وسيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. الله، يعني مصر خزائن الأرض؟ في مصر فيها كل خير العالم. مصر قلب العروبة وقلب العالم القديم. إذن العقيدة القوية والإرادة الصلبة هي المفتاح بتاع المصري. ولذلك احنا لما انتصرنا في 73 ما كانش سلاح، لا 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 لا، الجندي المصري هو المفتاح. وعشان كده الجندي المصري والإنسان المصري هو اللي عمل قناة السويس. لما الجندي بيبقى قائد، والقائد درست له في يوم من الأيام، حضرتك درست للرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الكليه الحربيه. ايوه طبعا. مواصفات القائد تنطبق عليه ازاي؟ حضرتك درست له في انهي مرحله؟ وانا درست له في النهائي. في النهائي؟ ايوه. كان لديه ملامح، وكنت ضابط، كنت قائد كتيبه ورئيس عمليات اللواء في سلوم. نعم. يعني انا كنت عقيد اركان حرب وكان رائد اركان حرب. نعم. حضرتك كنت بتدرس له، كنت شايف فيه مواصفات وملامح خاصه؟ طبعا ممكن تبقى ساعتها في حاجات ما تبانش، لكن هقول لك القائد من ضمن المواصفات بتاعته انه انكار الذات، ان هو لما يعمل حاجه ما يقولش انا عملت. هو كان كده طول عمره؟ ما يقولش انا عملت، كان رئيس عمليات اللواء والدينامو اللواء، فما يقولش ان انا عملت، الناس هي اللي تحكم وتقول هو عملت. في نفس الوقت سمات الدمس الاخلاق، ما يغلطش بسرعه، ما يخرجش عن طوعه على طول، لا، مؤمن متدين. يعني طول عمره كان يبدو متدين؟ كان متدين. وكان هو اللي يعني بيدى الاذان المصلي بينا حقيقه. ووقت ما كان فيه الحاجات دي لسه ما ظهرتش قوي، وكان لو قعدنا قعده زي كده وواحد جاب سيره واحد بسوء كان يقوم القعده، على اساس ان هو كان رائد احدث واحد ما قدرش يعدل علينا فكان يقوم القعده. كنا نديله ليه انت مشيت؟ يقول لك لا، ما دام بتتكلموا كده مش هنقعد مثلا يعني. وكان بيقوم بواجبه خير على خير وجه، يعني في العمل بتاعه الخاص بتاعه كرئيس عمليات لواء كان الحقيقه بيقوم واجبه.
وكان في الوقت دامس الاخلاق، ما يقولش نقطه كده خارجه او بتاع، لا داخل حدود الادب والاخلاق. هو عنده مساحه من الخجل عليها قوي قوي. انا لما كنت مثلا يعني لما تنرفز وعلي صوته وهو لاخره، فكان ياخدها بهدوء كده وامتص هذا الهدوء باخلاق طيبه. يمكن الواحد اي واحد فينا لما يكون في ظروف صعبه ولا حاجه ممكن يخرج عن طوعه، لكن هو الحقيقه انا قعدت معاه كتير قوي يعني، وخدمت معاه كتير، معاه خدمت معاه بتاع سنه ونص كامله وانا كنت في السلوم في ذلك الوقت على الحدود، وكان معانا والحقيقه لمست منه وقعدت معاه كتير، كنا بنقعد مع بعض كتير في الاوقات اللي يكون فيها العلاقه ما بين المحارب او المقاتل والسياسي. السياسه والله هو السياسه السياسه نفاق وغش وخداع وكذب وكل حاجه، وكل ده حلال كل حاجه. ولذلك السياسه دي كانوا بيضحكوا علينا بيها زمان ايام ما كان المصريين متدينين. اما ديليسيبس قال لاحمد عرابي لا ما تخافش ما حدش يقدر يخش قناه السويس، ده قناه السويس دوله عظمى زي فرنسا. فاتفق وعرابي صدق وطلع على اسكندريه احنا نزيم من قناه السويس. اذا السياسه دي غش وخداع، انما المحارب دايما صادق، لان الطلقه ما بتفرقش بين ده ولا ده، ولو قال كلمه لازم ينفذها، وعنده انكار الذات، وعنده ايه رغم ان هو عنده انكار الذات ده لكن يحب موقعه ويدافع عنه، وروحه وحياته يشيلها على اكفه رخيصه في سبيل تنفيذ هذا الهدف. وكنا عايشين كلنا كده، وهذا الموضوع ده الولاء والانتماء اتخلق فينا عشان احنا كلنا كنا ما بنبصش لحياتنا دي خالص. يعني كلنا كل الجيش المصري او 90% منه ما اتجوزش اللي بعد ما الحرب انتهت، رغم ان كان عندنا امكانيات وكل حاجه، لكن ما اتجوزش ليه؟ في انكار ذات وفي ولاء وانتماء للوطن، وان لازم نشيل اثار الندوان اللي نادى بها الرئيس جمال عبد الناصر وبعديه الرئيس انور السادات. اذا هو الحقيقه انا لعبست فيه ان هو نفس السمات، ان هو بيقول كلمه بينفذها وصدق في كلامه قصاد الشعب المصري. ولذلك لما طلب فلوس وعمل شهادات الناس كلها جمعت الفلوس في خمس ايام ولا ست ايام، ما حصلتش قبل كده ما حصلتش. اذا هم لقوا فيه الصدق في القول والصدق في التنفيذ، اذا هم مؤمنين بيه، الشعب كله مؤمن بيه. ولذلك ايه ما يقولوا يقولون، يعني الناس اللي تقول مش ما يهمناش، لان هم القافله تمشي والكلاب تعوي مش مشكله يعني، لكن احنا ما دام هو ماشي في الاتجاه السليم وكلنا نشهد بذلك، مش بنشهد مجامله لا، قصاد حقائق. احنا هنجامل في مصر مفيش مجامله، قصاد حقائق صحيح. والحقائق ما تقدرش، الميه تكذب الغطاس، ما تقدرش حد يكذبها خالص. طيب ايه رايكم ناخد بعض التليفونات قبل ما اجي لحضراتكم؟ استاذ عبد المنعم اهلا وسهلا. خير يا استاذ خير. مساء الخير يا استاذ عبد المنعم، مبروك. الخير عليك وعلى ضيوفك، معجب بحضرتك ودايما بالموضوعيه اللي انت بنتعلم منك فيها. العفو ربنا يكرمك. دايما يا رب. ربنا يكرمك. مش هضيف على الاتصالات ان الفرحه جميله وكلنا فرحانين وبنبارك لمصر وبنبارك الرئيس السيسي، انما بس في نقطتين ما عايز اقولهم لحضرتك. اتفضل. اللي كان فيه متصل قال بالنسبه للوحه الشرف، والحقيقه انا عجباني جدا في قناه السويس لوحه الشرف اللي بالاسماء كلها من اول الفريق مهاب مميش لاصغر عامل، الحقيقه دي حاجه جميله جدا جدا جدا. تمام. وشيء مشرف. الشيء الثاني اللي عايز اذكره ان الجيش بتاعنا جيش عظيم، عشان اخواننا البعد اللي بيقولوا عليهم العسكر، الجيش بتاعنا ده لولا جيش عظيم ومحترم احنا ما كناش وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. فشيء جميل، تحياتي. بشكرك يا استاذ عبد المنعم ومبروك علينا. ارد عليه في العسكر دي. حاضر. لا هو ما هو ضد ضد التعبير، اصل الكلمه دي اتقالت ايام الحمله الفرنسيه. ايوه. لما كانوا بيخطفوا ستات مصر كانوا بيقولوا عليهم يسقط حكم العسكر. ايوه. لكن مش العسكر ابن البلد، ده ابن البلد. هم عايزينه يسقط الجيش عشان تبقى فوضى زي ما عملوا الشرطه. استاذ مدحت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ خير. اهلا استاذ خيري. اهلا وسهلا، مبروك عليك وعلينا وعلى ضيوفك الجمال اللي قدامنا دول. ربنا يخليك، مبروك علينا جميعا. كتير قوي قوي اعلاميا ما شفناش ابطال من ابطال اكتوبر، بقالنا 30 سنه ما شفناش ابطال من ابطال اكتوبر. دول الاصل في الفرح اللي احنا فيه. بقالنا 30 سنه ما شفناش ابطال من ابطال اكتوبر. نعم. الجمال بقى كله في حاجه، معلش بعد اذن حضرتك، انا مدرس جغرافيا وبدرس قناه السويس. اتفضل. كنت خايف ان هم بس الاساتذه ايه يسبقوني في ان فكره ان خط بارليف هو دي القناه الثانيه.
مكانه. ايوه ده مكانه قناه السويس الجديده، ده مكان خط بارليف يا جماعه. ايوه تتعمل يافطه صغيره كده بعد اذن حضرتك، نعمل قناه جديده وتحتها خط بارليف سابقا. لا يافطه كانت هنا خط بارليف، كان هنا خط بارليف. في بعض النقط موجوده خلي بالك لغايه دلوقتي، نسبه عيون موسى موجوده. اقتحامه في 73 تم اقتحامه في 73 وتم ازالته تماما في عهد السيسي. تمام، دي لقطه جميله. 15 لقطه جميله يا استاذ مدحت. لا الله يخليك، لا ده حقيقي. بشكرك. ما يعني انا بتكلم في، يبقى لازم البدايه من عندهم، ولما عبروا خط بارليف ان شاء الله بقى قناه سويس جديده. وده اللي مضايق الناس كتير. السنه الجديده خريطه مصر محطوط عليها. بص حضرتك احنا بنعمل ايه، احنا بنغير في خريطه العالم. يا رب يا رب دايما. بشكرك يا استاذ مدحت. استاذه اكرام اهلا وسهلا. اهلا، مساء الخير يا استاذ خيري. مساء الخير يا فندم. مبروك على مصر، مبروك علينا كلنا الفرحه الجميله اللي احنا كلنا فرحانينها ديت بفضل رئيسنا العظيم الرئيس السيسي، اللي هو قدر يجمع المصريين في حب مصر وفرحتنا بقناه السويس الجديده. والف مبروك. انا بس عجبني ردك على يعني في عهد الرئيس مبارك، وقدرت صراحة تقنعنا برد ان احنا الفترة دي اهملناها شوية لظروف الفرحة اللي احنا فيها. تمام. لكن احنا برضو ما ننساش الفترة 30 سنة بتاع الرئيس مبارك. لكن احنا في النهاية بقول يعني ربنا يخلينا الرئيس السيسي الرئيس العظيم، ويتم علينا فرحتنا بقناة السويس. بشكرك جدا يا مدام اكرام. استاذ صفوت. ايوه يا فندم. اهلا استاذ صفوت. ايوه اهلا فندم، معاك اتكلم حضرتك. تكلم على طول. بص حضرتك، انا والله العظيم والله العظيم انا راجل بلغت سني دلوقتي 60 سنه طالع على المعاش بقالي شهر، واخد حضرتك اقسم بالله حبي وتقديري واعزازي لهذا الرجل اللي هو الرئيس السيسي ده. انا كنت حاطط على المكتب يافطه بقول ايه، ايدك الله بنصرك وحفظك لمصر. لولا هذا الرجل ارسل عنايه من السماء، ارسل فعلا لمصر كي ينقذها مما كان هيتم فيها، كنا هنبقى مبهدلين زي العراق وزي سوريا. كان هيقولنا الطعام في الشوارع، ما كناش احنا فقراء، احنا ناس احنا البسطاء، لكن نحب بلدنا، نحب بلدنا. هذا الرجل الذي ارسل بقول لك من السماء، مش هنقول عشان الناس بيقول لك ايه، يقول لك هو ازاي يقول لك ارسل من السماء، ده احنا ممكن هذا كلام فعلا. ربنا ارسل السيسي، كلنا ارسلنا من السماء، فكله كله هدايا من السماء وهبات من الله سبحانه وتعالى. بشكرك يا استاذ صفوت. اخر تليفون استاذه فاطمه. الو، من بورسعيد. يا اهلا يا اهلا، مبروك علينا القناه. مبروك عليك وعلى اهل بورسعيد وعلى مصر كلها. ويا ريت تسمعنا في اغنيه لسيد الملاح بيقول عدي القناه لعدي، وفي بورسعيد هدي وبالنصر هنينا، يا ريت نسمع. طب يا جماعه دوروا لنا على الاغنيه دي، احنا دلوقتي جاي لنا بعد الفقره دي مباشره هيكون معايا نجوم غناء، هيكون معايا مروه ناجي وصابرين نجيلي، هنستمتع، هتسمعوا اصوات وغناء رائع، كله في حب مصر النهارده. بشكرك جدا استاذ شريف. هو اسمح لي يا استاذ خيري، انا بس عندي تحفظين صغيرين كده في عجاله. يعني اتفضل. يعني برضو انا برد على الزميل اللي لعب قوي، السياسه مش كما صورها السياسه والعسكريه وجهين لعمله واحده لاثنين من قوى الدوله الشامله. الرئيس بس امر بطياره الان لاحضار الصيادين المصريين من السودان فورا عشان يناموا في بلدهم ويحتفلوا معانا بقناه السويس. الله، جميل جميل، يفرح الناس على طول. تمام. الحاجه الثانيه، السياسه والقوه العسكريه دي ادوات تعبر عن سياده الدوله، فيعني ما هياش كلها كذب وكده. انا بعمل دكتوراه في السياسه، لا يعني يا فن الممكن، فكل شيء فيها من خبطه شديده شويه، كل شيء مباح. الجزئيه الثانيه اللي هو الاخ العزيز اللي هو مدرس جغرافيا، انا عايز اقول تم ازاله خط بارليف، لكن احنا القوات المسلحه يعني محتفظه ببعض المواقع ولن تزال، على اساس ان ده تاريخ، تاريخ للعسكريه المصريه. نعم. وفي نقط بقت من المزارات السياحيه
واتعملت متاحف وهي بعيدة تماما و... زي عيون موسى و... زي عيون موسى لسان بور توفيق تبت الشجرة دول مزارات عشان الجيل الجديد يعرف صحيح مدارس بتروح رحلات انا كنت في الجيش الثالث اصلي والناس تعرف حجم الانجاز فهي طبعا فرحة كبيرة انها تشال واحنا يمكن اكتر فرحة بازالتها لكن برضو بياخدنا جانب اخر الحفاظ على التاريخ طبعا طبعا طيب استاذ شريف هتعملوا ايه المرحلة الجاية للقناة طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يعني هنبدا ان يبقى في توعيه للناس على الحاجات التنمويه اللي هتتعمل على القناه سواء الخدمات تموين السفن المصانع اللي هتتعمل في السويس وفي بورسعيد وفي اسماعيليه الحاجات دي لازم نوعي الناس ايه الخير اللي هيجي لهم بعد كده تمام. عشان الناس تبقى فاهمه ولازم برضو في اهم حاجه نوعيهم بيها ان الحاجه دي الفلوس مش هتيجي تاني يوم ان الحاجات دي بتتعمل على مدى كذا سنه فلازم يعرفوا ان الحاجات دي بالجهد وبالعمل زي ما سيادة الرئيس قال بالظبط لازم نعمل لازم الشباب يشتغل لازم يجتهد ياخدوا مثال بالشباب والرجاله والناس اللي كانت بتشتغل في القناه وكانت بتحفر لازم الناس دي كلها تفهم ان اي حاجه بتتعمل كويسه للبلد ما بتجيش الا بالجهد وبالعمل وبالعرق فلازم نوعي الناس ايه الخير اللي جاي بالشغل ان احنا نفهم الناس دي انت هتجتهد على قد ما هتجتهد على قد ما البلد هتديك على قد ما هتعمل حاجه كويسه للبلد على قد البلد برضو ما هتهديك على قد ما انت تحس بالبلد البلد برضو هتحس بيك يا سلام استاذ اسامه انت دورك في المرحله الجايه مع الشباب ومع اهل الاسماعيليه ايه والله المفروض دور كل مواطن مصري مش دور انا دور كل مواطن مصري دور حضرتك طبعا ما انا هعمل دوري انت تقول دورك دورنا ان احنا ننشر الطاقه الايجابيه ايوه ان احنا نحب بعض شويه ما احنا نشتغل كل واحد في مكانه تحول حبك لطاقه تحول حبك لطاقه وتحول غضبك برضه لطاقه تخلي الممكن ممكن والمستحيل والمستحيل ممكن. ممكن لسان حال الشعب المصري فتره من الفترات كانت لفظ ممكن على فكره بس كانت ممكن الاستفهاميه ممكن تحصل ممكن نعدي من اللي احنا شايفينه بيحصل حوالينا انا عن نفسي شايف ان طول الوقت ممكن وان مفيش مستحيل مش كده طبعا بس الناس متصوره طبعًا. ان ممكن يعني بكره لا مش بكره ده الكلام ده عمرنا احنا ممكن احنا بنبني بكرة. انت عشان تعمل طريق أيوه. انت عشان تعمل قناه قعدت سنين قد ايه انت أيوه. عشان تهزم عدو استعديت قد أيوه. ايه انت عشان تنهزم أيوه. فرطت قد ايه وتكاسلت قد ايه واخطات قد ايه انت عارف يا استاذ خيري واحنا شغالين في الفعاليه بتاعت العالم اللي الاستاذ شريف كان احنا كنا مسمينها على الفيسبوك ايه الفعاليه الشعب يمضي ويمضي هنا بمعنيين بمعنى توقيع ومعنى يمضي يمشي يسير حلو كده الكلام ايوه احنا ما رحناش لصفوه المجتمع حلو كده تمام رحنا فين بقى احنا خدنا العالم ده ونزلنا بيه الشارع للمواطن البسيط جدا انت مصور ده كله ده متصور هو موجود موجود المفروض ان بنسبه 100% وما ببالغش وربنا اعلم بالكلام اللي انا بقوله الناس كلها كانت بتقول لي حاجه واحده في معنى واحد كان بيوصل لي من الناس كلها هو اللي هيمضى العالم ده هيروح لاحتفال بص الامنيه الغريبه جدا اللي متجمع عليها الشعب عاوز يعدي يشوف نتيجته هو طبعا تمام طب هقول لك حاجه لما لقيني انا كسفت لان انا ما عنديش رد للسؤال دوت مش انا صاحب السلطه اللي اقوله لو الرئيس سمح للشعب الشعب كله هيروح جميل جدا لا اسمع بقى الرد بقى الاعجاز طب اقول لك حاجه احنا مكتفين ان اسمنا بس هو اللي يروح جميل جميل بس هما ما يمشي على الميه كده بس تمام في الاخر خالص المفروض ان سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه بعد طبعا ما شافه مضى العلم وزير الثقافه مضى العلم والشعب الاسماعيلاوي كله مضى العالم وعلى فكره كان في مواطنين من بره اسماعيليه يعني كان في من بني سويف وكان في من اسوان وفي من الاقصر متواجدين طبقا لوضع الزمن اللي احنا فيه الاحتفاليه اللي موجوده وفي مواطنين كتير من الشعب المصري جم مضوا بردك على العالم اللي هو ياسين طاهر امر بان العالم يتعلق قدام ديوان عام محافظه الاسماعيليه الله في الطريق العام ده رائع انا مش عايز اقول لك عشان ما بقاش ببالغ بس ان احنا واحنا شغالين في العالم احنا رامين توكلنا على الله مش عارفين هيتحط فين طبعا
بس التيسير في متحف الاسماعيليه بعد كده هيتحط في المتحف ده تاريخ ان شاء الله. نورتوني، انا بشكركم جدا جدا والف مبروك. الله يخليك، ونتمنى نشوفكم تاني. انا كنت عايز اضيف حته صغيره افرحنا، حته صغيره كده صغيره يعني صغيره. الامن والامان خلال الفرحه بتاعتنا، انا بقول للشعب المصري كله، كلنا مش الامن والامان، اولا منطقه القناه الجيش مسؤول عنها، محدش هيجي ناحيتها، لكن ممكن يعملوا اي حاجه في المحافظات البعيده، كلنا نبقى عينينا في وسط راسنا ونبلغ عن اي حاجه نشتبه فيها، ما نستناش، والجيش والشرطه هياخدوا الاهداف بتاعتهم ويدوروا عليها وياخدوها بجد، يعني محدش يتخاذل ويتكاسل، يحمي نفسه ويحمي بلده، يحمي نفسه ويحمي حتته. كلنا مجندين، كلنا مصريين، كلنا بندافع عنها. صحيح. كلنا وانا بنتهز الفرصه دي وبهني مصر كلها بهذا الاحتفال، وانا يمكن لي ابن هيروح يقضي شهر العسل هناك في قناه السويس، في قناه السويس في ارض البطولات. ايوه يعني ابني عمرو او علي عبد القوي الشافعي وزوجته العزيزه فاطمه الشامي هيقضوا شهر العسل هناك في ارض البطولات ان شاء الله في سيناء. هتبقى منطقه سياحيه وهتبقى فنادق وكلنا طبعًا. هنروح ان شاء الله كتير. طبعا بشكركم جدا نورتونا. هقول كلمه بسيطه بس، ما هي كلمه مصر، هي كلمتين مصر بتفرح، اسماعيليه بتفرح. وانا عايز اضيف تهنئه بسيطه جدا وشكر لكل من وقع على العلم دوت وساهم في ان العلم يكتمل، وخاصه فريق العمل اللي قائم على العلم واللي هي الاستاذه راجيه توفيق والاستاذ عمرو حسن. وانا بشكرهم معاك. والشعب الله يعزك. انا هرد على سؤال سئلته من احد المشككين، بيقول لك طب القناه عرضها زاد، الجيش لو حصل اي حاجه يعبر ازاي وبقت قناتين؟ عايز اقول لكل الناس اطمن، هذا المشروع لم يتم تنفيذه الا بعد موافقه القوات المسلحه عليه، وبالتالي جميع الحسابات اعيد النظر فيها، انه لا يكون زياده عرض القناه عائقا. ولكن عايز اقول احنا عندنا ميزه نسبيه، ان الاتفاقيه اضافت لنا وجود قوات دائمة بنص الاتفاقية في المنطقة ألف لم تكن موجودة الأرض من قبل، والقناة والقناة ونحن قادرون بإذن الله كمصريين على مواجهة أي مواقف بإذن الله. بشكركم جدا، هنطلع فاصل، هسيبكم مع تقرير عن الصحف الأجنبية الصحف العالمية كيف تعاملت مع حفل افتتاح قناة السويس. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنبدأ بقى سهرة غنائية، ما أنا مكمل معاكم لحد الصبح وطالعين على قناة السويس. بعد كده مرة أخرى نجحت الاتصالات المصرية في الإفراج عن 101 صياد مصري كانوا محتجزين ومقبوض عليهم في السودان الشقيق بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير، وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي فورا بإرسال طائرة إلى السودان لإحضار المواطنين المصريين يباتوا في بلدهم ويصبحوا الصبح فرحانين معانا بقناة السويس. نلتقي بعد الفاصل. اختلفت وسائل الإعلام العالمية في تناولها لأخبار مشروع قناة السويس الجديدة، ومع هذا فلم يختلف أحد حول أهمية المشروع في تعزيز التجارة العالمية. ذكرت لوموند الفرنسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصنع مشهد مصر الجديدة، معتبرة قناة السويس الجديدة طريقاً رئيسياً للتجارة البحرية العالمية والقلب الاقتصادي للبلاد. أما فرانس 24 اهتمت بالعبور التجريبي في القناة الجديدة، وذكرت أن هذه البنية التحتية الجديدة سوف تنعش النمو الاقتصادي المصري. أما الجارديان البريطانية فقد اهتمت بالعامل الزمني وإنجاز المشروع في وقت قياسي. أما خدمة البي بي سي البريطانية روت قصة قناة السويس الجديدة من على ضفافها، وأن المصريين مولوا المشروع بأكمله. أما الاندبندنت البريطانية فاهتمت بكبار الشخصيات التي ستجتمع لافتتاح قناة السويس الثانية، ولكنها أثارت شكوكاً بشأن التأمين.
روسيا اليوم اهتمت باستعداد مصر لافتتاح قناة السويس الجديدة، معتبرة إياه إنجازاً كبيراً للحكومة المصرية في جهودها الرامية إلى تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن الوضع السياسي المضطرب في البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية. كما اهتم الإعلام الأمريكي بالحدث، حيث ذكرت نيويورك تايمز بعد العبور التجريبي أن الحكومة تخطط لبناء منطقة صناعية وخدمات لوجستية دولية. وفي تقرير لوكالة CNN الأمريكية ذكرت أن قناة السويس شريان حيوي يربط الشرق والغرب، ووصفت المشروع بالطموح بعد أن استطاع المصريون جمع الأموال اللازمة لبدئه خلال 8 أيام. أما على صعيد الإعلام العربي فقد لقي مشروع قناة السويس دعماً عربياً، حيث جاء في جريدة عكاظ السعودية أن قناة السويس الجديدة تقلل تكلفة النقل من وإلى المنطقة بقدر 25%. وعددت جريدة الأنباء الكويتية القيمة الاستراتيجية لقناة السويس الجديدة. أما جريدة البيان الإماراتية فخصصت صفحات من عدد اليوم عنوانها العبور إلى المستقبل احتفالاً بقناة السويس الجديدة. اهتمام عالمي واسع بقناة السويس الجديدة التي كانت وستظل شريان العالم وقلبه. بسنت شحاتة، ممكن.